أهلا بيكم حبايبي الحلوين طلاب جريد 5 مع المنهج الجديد. هو منهج بسيط وسهل ولكنه طويل طويل شوية زي بتاع سنة رابعة، ولكن برضو عايز تركيز. وباختصار هو منهج من منهج سنة رابعة وخمسة القديم، جابوا شوية من منهج رابعة مع معلومات من منهج خمسة المنهج القديم وعملوا به المنهج الجديد ده باختصار. طبعا معروف قبل ما نبدأ بحاول اجيب لك الكلمات الصعبة عشان ما نضيعش الوقت، انك لو حفظت الكلمات دي الدرس بقى سهل. احفظها اولا وموجودة عندك في الكتاب. interaction انا مش هقول الترجمة لان الترجمة موجودة عندك. interaction organisms وكلمات مرت عليكم في ايه قبل كده في سنة رابعة. plant needs energy ecosystem food chain food web grow flower leaves stem trunk. يا مستر انت بتقرا بسرعه ليه؟ ما كل الكلمات دي واخدينها انتوا السنه اللي فاتت، انا برضو جمعتها من الدرس علشان نفتكرها. روت جينت سكوايا دي بقى شجره السكوايا، في شجره هنشوفها دلوقتي في الشرح اسمها جينت عملاقه كبيره سكوايا. شوت سيستم نظام الانطلاق روت سيستم. واحد بيقول لي يعني ايه؟ ما هنشوفه في الشرح دلوقتي. سيد suitable area nutrients soil space carbon dioxide oxygen sugar forest germinate seedling inspire. خلصنا الكلمات لازم تحفظها. تعالوا بقى نبدأ الدرس الجميل بتاعنا. عشان نبدأ الدرس اللي هو theme 1 system، احنا قلنا هو بيتكون من ايه الاول؟ ال interaction of organism اللي هو التفاعل الكائنات الحية مع البيئة بتاعتنا. بنشرح concept 1 plant needs energy flowing ecosystem food chain و chain in food web. قلنا هناخد اول حاجه نبدا باي بلانت نيدز احتياجات النباتات. قبل ما ابدا في سؤال بساله، بيقول لي وات داز ذا بلانت نيد تو جرو. لو انا عندي نبات اهو، النبات ده عشان جرو يعني ايه؟ جرو يعني ايه؟ انا بصوا يا اخوان اللي انا بشرح ده انا بشرحه مع الطلاب دلوقتي، ده الحصه بتاعت هي دي، عشان كده بقول الكلمه مره واتنين وهم يقولوا معايا. اسمها جرو ينمو. وات داز ذا بلانت نيد تو جرو، هو النبات ده عشان جرو نيد ايه يحتاج الى ايه؟ او ممكن نسال السؤال بطريقه ثانيه، ايه هي الطريقه الثانيه؟ يقول لي وات ار ذا كونديشن تو كونسيدر بيفور بلانتنج ا تري، يعني ايه الشروط المفروض تكون موجوده قبل زراعه النبات، قبل ما نزرع النبات دي ايه الشروط اللي تكون موجوده، او وات داز ذا بلانت نيد تو جرو. بس في حاجه مهمه قبل ما تعرف هو محتاج ايه، هو بيتكون من ايه. يعني انا ما اقول لك الانسان بيحتاج ايه تقول لي هو بيتكون من ايه، المبنى بيحتاج ايه اقول لك هو بيتكون من ايه. تعال نشوف سؤال. اولا parts of the plant ادي عند النبات اهو، ايه هي البارتس بتاعته؟ ببدا بها من تحت، شوفوا هبدا من تحت. روت الجذور او الجز، ها تاني حاجه ايه؟ ها ستيم او ترانك، ده ستيم او ترانك، ستيم اللي فوق الارض ده اللي فوق تحت الارض ده روت ستيم او ترانك، وبعدين ايه ليفز الاوراق الشجر، وبعدين بقى فلاور الزهره او الثمره اللي بناكلها. طب اللي تحت ده اسمه ايه؟ الجزء اللي بيبقى تحت الارض اسمه ايه؟ ها روت سيستم، اسمه ايه؟ روت سيستم. الجزء اللي فوق الارض ده كله شايفينه عامل زي من هنا لهنا، ده كله هو ستيم وليفز وفلاور، او ترانك وليف وفلاور، اسمه ايه؟ ها شوت سيستم. يبقى انا عندي روت سيستم وعندي شوت سيستم، احنا اتعرفنا عليه ده، احنا لسه ما جاوبناش على السؤال. فاكرين السؤال وات داز ذا بلانت نيد تو جرو، النبات محتاج ايه عشان ينمو؟ بس احنا قلنا قبل ما نجاوب عايزين بارتس اوف ذا بلانت، احفظها. روت ستيم او ترانك، بنبدا النبات بيبدا من تحت مش بيبدا من فوق، ها ليفز فلاور.
طب ليه كتبناهم؟ عشان يبقى بنفس الترتيب كده. فهمناها؟ تعال نرجع بقى تاني. بيقول لي بلانت نيدز، ايه هي احتياجات النباتات؟ بص يا سيدي، قال لك هاو داز ذا بلانت نيد تشينج ديورنج جروث فروم اسيد تو ا بلانت. حد فاهم حاجه؟ بيقول لي فروم اسيد ها تو ا بلانت، فروم اسيد تو بلانت، يعني عشان يتحول من السيد للبلانت. وات داز بلانت نيد، نيد بيحتاج الى ايه؟ بص عشان كده هقسمها لك شوف انا بشرح بطريقه فنيه، انا معتمد على المنهج بتاع الكتاب المدرسه، ولكن بعيد الصياغه باسلوب سهل وبسيط. بص بقى معايا، في عندي نيدز اوف سيد، وعندي في نيدز اوف بلانتس. ما هو في فرق بين سيد البذره وبلانت النبات. السيد زي ايه؟ اهي البذور، عارفين حبه اللب، اللب دي تعتبر ايه؟ سيد. اللوبيا الفاصوليا سيد، نواه البلحه سيد، يبقى ده سيدز. والنبات ها؟ اي نبات ده؟ بلانتس. بلانتس خلاص نما. احتياجات، هل احتياجات السيد هي هي البلانت؟ هاو داز ذا بلانت نيد، ها السيد بتحتاج ايه؟ ووتر، سيوتابل اريا، مكان مناسب، مساحه مناسبه، سبيس فراغ او فضاء. هل بتحتاج حاجه تانية؟ نيوترينت، بس فروم سويل، هي بتتغذى من الايه؟ من السويل. يبقى السيد بتحتاج ايه؟ ووتر، سيوتابل اريا، سبيس، نيوترينت فروم سويل. اعمل في احفظها يا حبيبي، ما فيهاش حل تاني. ما احنا بنقول دراسه فيها فهم واسئله فيها فهم، ولكن لازم اكون حافظ المعاني دي. امال النيدز، احنا ده نيدز اوف ايه؟ نيدز اوف سيد، نيدز اوف سيد احتياجات ايه؟ البذره. اما النبات بيحتاج ايه؟ ووتر، برضه ده ووتر. ده سيوتابل اريا، وده سيوتابل اريا، برضه محتاج ايه؟ مساحه مناسبه. ايه هنا كمان؟ نيوترينت فروم سويل، برضو ده بيتغذى وبيتغذى. ثلاث حاجات زي بعض، نمبر 1 و2 و4 هم هنا. هنا امال هنا بيحتاج ايه تاني؟ سان لايت، ده ما بيحتاجش. السيد ما بتحتاجش سان لايت. ايه كمان؟ كربون دايوكسيد، اير محتاجه كربون دايوكسيد، هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى البلانت بتحتاج حاجتين ما بيحتاجهمش السيد، سان لايت وكربون دايوكسيد، سان لايت وكربون دايوكسيد. اما ووتر سيوتابل اريا ونيترينت فروم سويل زي بعض. وصلت المعلومه ولا ما وصلتش؟ تمام، تعالى نساله بطريقه ثانيه. احنا عرفنا دلوقتي نيدز اوف سيد ونيدز اوف ايه؟ بلانت. نشوف حاجه طريقه ثانيه. بقول لك في بيزك اند نون بيزك نيدز، في احتياجات اساسيه واحتياجات غير اساسيه. انا بسالك انت سؤال، يعني انت جعان، لو اكلت لازم اجيب العيش، لازم اجيب جبنه، لازم ممكن اجيب لحم. في دي اسمها ايه؟ نيدز، بيزك، بيزك حاجات اساسيه تاكلها عشان تعيش. لكن واحد يقول لي ايس كريم، لا تاكل ايس كريم او ما تاكلش ما يجراش. واحد يقول لي اجيب شيبسي، ماشي الشيبسي هتاكله، انت حر. لكن نط اسمه نان بيزك، مش ضروري، مش هتموت لو ما اكلتش شيبسي، مش هتموت لو ما اكلتش اندومي. يبقى في بيزك نيدز وفي نان بيزك. احنا بنتكلم على البلانت دلوقتي. قال لك البيزك نيد ايه بقى؟ ووتر ضروري، ووتر، ها سان لايت، سبيس، كم حاجه دول؟ ثلاثه. اير، كربون دايوكسيد، الاربع حاجات دي من غيرها مستحيل البلانت ماله، البلانت doesn't grow، مش هينمو. النون بيزك حاجات مش موجوده، اهلا مش موجوده مش هتاثر. شوجر، اكسجين، خلي بالنا هو بيحتاج كربون دايوكسيد، ده نيدز. الاكد هو بيخرج وما بيحتاجش الاكسجين. فورست، هو انت لازم تزرع، لازم يكون في غابه؟ لا مش شرط، نون بيزك نيد. سويل، تربه. واحد يقول لي ازاي يا مستر؟ ما هو لازم نزرع في تلا. ممكن تزرع في كوبايه، ممكن تزرع في طبق، ممكن تزرع في البلكونه. السويل مش ضروري، في اي مكان ممكن ينفع. تزرع في الميه. يبقى في بيزك نيد، ها ووتر، سلايد، سبيس، كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد اللي هو الاير، النون بيزك، ها شوجر، اكسجين، فورست، سويل. حفظتوها ولا لسه؟ ده كلمات سهله وبسيطه غير منهج سنه رابعه اللي كان ملخبط معاكم، ها حلوه. يبقى دي البيزك نيدز ودي نان بيزك نيد، ووتر، سان لايت، سبيس، اير اللي هو كربون دايوكسيد، والشوجر والاكسجين، فورست، وسويل. مالها نان بيزك؟ يعني ليست احتياجات ضروريه. في ايه تاني؟ هاو دو
ذا بلانت نيد. احنا لسه كل ده بنتكلم على بلانت نيدز، احتياجات النباتات، يعني ماذا يحتاج النباتات. هاو دو ذا بلانت نيد تو تشينج ديورنج جروس. خلي بقى، شوف دي هنا سيد، اهي سيد، شايفينها ايه اللي بيحصل هنا؟ ادي كده، ها سيد، وبعدين سيد، ها عماله تنمو هنا جرو، مالها بيحصل لها ايه دلوقتي هنا جرو؟ ايه اللي بيحدث؟ How do the plant need change تغير during growth from seed اهي from seed to a mature plant حتى يصبح نبات ناضج. ايه اللي حصل في الفترة دي؟ خليك معايا كده وبص واحدة واحدة ونفصصها ونحللها ونذاكرها، ويكون بقى اجمل مادة عندنا ان شاء الله السنة دي هي الساينس. ما هو مع مستر نبيل ان شاء الله مش هتحتاج لمدرس تاني. تعالى كده، اول حاجه بقول لي ايه، نمبر 1، وين ذا سيد ستارت تو جيرمينيت. جيرمينيت تبدا ايه؟ تنبت. روتس ابير فيرست زين ستيم، يعني ايه يا مستر؟ اهي بص كده، دي جيرمينيت، احنا عملنا هنا ايه؟ سيد اهي، دي بقى اللي هي اسمها ايه؟ جيرمينيت. انا كبرتها لك هنا اهي. روت ابيرز، الجذر بيظهر فيرست زين ستيم، سوم ستيم اللي هو الايه؟ الترانك، بيظهر الجذر وبعدين الايه؟ ها ستيم، الساق. نمبر 2، ذا بلانت فيد اون فود انسايد سيد. طب النبات ده بيتغذى ايه في المرحله دي؟ انسايد سيد، جوه السيد الفود بتاعتها بتتغذى من البذره نفسها، من الماده اللي جواها. طيب بعد كده اللي يجرى، leaves appear and the plant enter a new stage called seedling. ايه seedling دي؟ بص كده، بص كده، اهي اهي دي اسمها seedling. leaves appear، تبدا تظهر الاشجار، اهي الزهور. and the plant enter a new stage، المرحله دي اسمها ايه؟ seedling، اللي هي شتله، اللي بناخدها ناخدها كده وهي صغيره نزرعها في مكان تاني في جنينه كده، اسمها ايه؟ seedling. seedling. طب ايه اللي يجرى بعد كده؟ seedling not obtain its food from seed but from sunlight. خلي بالنا في نمبر 2 قلنا البلانت feed on food inside seed، بس لما طلعت seedling بتاخد النبات بتاعها الغذاء منين؟ من sunlight. لازم يبقى في sunlight، لو ما فيش sunlight النبات ممكن بعد ما يطلع يموت وينتهي. يبقى seedling not obtain its food from seed، ما بياخدهاش من seed، بياخدها منين؟ من sunlight. اوعى حد يقول لي انا مش فاهم، والكلمات بسيطه، يمكن انا بشرح مش بسرعه، يعني مش عمال اركز قوي، لان ايه الكلمات بسيطه وسهله وجميله. ايه تاني بعد كده؟ some plant may need many weeks or months to grow، في بعض النباتات اسبوع اتنين تنمو، شهر اتنين وتكبر وتخلص ونزرع تاني. في بقى مشكله اخرى، ايه هي بقى؟ زرار بلانت such as جينت سيكوايا، اسمها ايه؟ جينت سيكوايا، تري which grow for thousand of years. جينت سيكوايا اسمها ايه؟ جينت سيكوايا، اهي جينت سيكوايا دي بقى نباتات بتحتاج ايه بقى؟ thousand of years، الاف السنين. نقول تاني المعلومة باختصار، دوت الايه؟ الحركة بتاعت النمو، when the seed start to germinate، الجيرمينate roots appear first then stem، اهي plant need feed on food inside seed، بتتغذى من الانسايد. leaves appear، الورق بيظهر. and the plant enter a new stage اسمها ايه؟ seedling. seedling الشتلة. seedling not obtain food from the seed but from the sun، بتاخد الغذاء بتاعها منين؟ sun. دي اللي هي مين؟ seedling. from plant، some plant may need many weeks or months، شهور واسابيع وتنمو. اما في نبات زي جينت سكوايا مالها thousand of years، تاخد الاف السنين عشان تكبر. في ملحوظة نشوفها، بعض الملحوظات، نمبر 1، seedling it is very young plant، اهو ده seedling، اهي seedling seedling seedling، كل واحدة من دي اسمها seedling. very young plant، نباتات صغيرة لسه ما فيهاش غير الروت والستم، وتبدأ الورد الورق ايه يظهر كده. طيب وبعدين germination it is a process in which the seed sprout، sprout يعني تخرج and begin to grow to become a plant،
اهي شايفين بقى، دي كانت السيد، دي السيد. امال ايه اللي خرج ده بقى؟ اهو دي اسمها ايه بقى؟ جيرمينيشن، جيرميني عملية الانبات اهي، جيرمينيشن. انت حط شوية فول كده، هات طبق وحط فيه حتة قطن تجربة اهي، وبعدين حط شوية فول عليها، الفول اللي بناكله ده بس يكون ناشف، مش تجيب فول مستوي يعني، فول، وسيبها يومين. هات الحلبة، عارفين الحلبة اللي بتشربوها الجميلة دي، حطها برضو في طبق او عليها شوية مية او قطن، حط عليها بعد، هتعمل ايه؟ جير، ها هتعمل ايه؟ ها جيرمينيشن بروسيس ان ويتش ذا سيدز سبروت، سبروت يعني تنفجر او تخرج، اند بيجن تو جرو تو بيكم ابلانت، عشان تصبح ايه؟ نبات. فهمنا الملحوظة الاولى والايه والثانية. وزود ذا سيوتابل كونديشن فور ذا سيد، البذور ديت محتاجة ايه؟ suitable condition، suitable condition، suitable condition يعني أحوال مناسبة. without، بدون suitable condition for seed، اللي هو الwater، الأريا، nutrient، مية، مساحة، وغذاء. إيه اللي هيجرى للسيد دي بقى؟ آه ده دي السيد، ما هي دي بذور، كل اللي بتشوفه، اللي افتح البرتقانه من جوه فيها سيدز، المانجا من جوه فيها سيدز، البلحه فيها سيد، مالها؟ محتاجه ايه؟ سيوتابل كونديشن، سيوتابل كونديشن. الله يا مستر جميل، فور سيد اللي هي الووتر والاريا نيترينت، ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك ذا سيد نوت بيجن تو جرو، نوت بيجن تو جرو، نوت بيجن تو جرو، اند بيكم ايه؟ ان اكتف، ان اكتف، ان اكتف، بتطلع خامله او تموت وما تطلعش لا شجره ولا حاجه. لازم الووتر، لازم الاريا، لازم النيترينت، التغذيه. بلانت نيد، خلي بالك الملحوظه الرابعه، كربون دايوكسيد، هي محتاجه كربون دايوكسيد. ايه الكربون دايوكسيد؟ عارفين الدخان اللي طالع ده كله؟ ما هو ده كربون دايوكسيد، الدنيا مليانه كربون دايوكسيد. النبات بياخده، انت بروديوس، بروديوس اوكسجين، اكسجين. عارفين الاكسجين لما واحد حتى يبقى عنده التنفس قليل، اهو ده الاكسجين طالع منين؟ من بلانتس، تيك كربون دايوكسيد اند بروديوس اكسجين ويتش وي انسباير، اللي بنتنفسه. حد فهم حاجه؟ اتمنى تكونوا فاهمين. انا بكتفي بهذا الجزء عشان دي اول محاضره معاكم، اول حصه معاكم، وبنزل لكم الملف برضو للي معهمش الكتاب، بنزل لهم الملف دوت PDF يذاكر ويسمع مره واتنين، وما تروحش بعيد، خليك دايما مع مستر نبيل.